طيب بالنسبة للسنة الجاية هل في ممكن أسماء يعني تبقى مساعدة لجلاتنبرغ؟ هل في أسماء مرشحة؟ أنا سمعت اللي في تشكيل، هيبقى في تشكيل، في رئيس لجنة جاي يعني، وبنسبة كبيرة احتمال يكون كبير أوي سمير عثمان. سمير عثمان سمير ومعاه لجنة اللي هي تدير اللجنة مع جلاتنبرغ. ومعاك كابتن شريف؟ لا أنا مش موجود لسه، معرفش حاجة. يعني يمكن حاجه كلمني في حاله، عنده معلومات ده يمكن الله اعلم. ده قاعد معايا الصبح الصغير كده، انا اللي بقوله على اللجنه. قال لي ما اعرفش احنا جايين، لكن هو الصراحه يعني بص هقول لك على حاجه، احنا برضو لازم فرص للشباب. الجيل بتاعنا، الجيل بتاعنا ما خدش فرص. في سمير، في توفيق، وفي ناس كتير، في محمد صلاح يعني، كل خبراته ده كله دوت مش موجود. مش بحبك ليه؟ في اقول لك في جهاد جريشه وفي تحسين، الناس دي عندها خبرات جدا. احنا واقفين على ناس عند ناس معينه وبقالنا سنين، يعني بقالنا سنين. خلاص بقى يعني التغيير لازم يكون موجود. في عندك كابتن جهاد، كابتن بقول جهاد وسمير وياسر عبد الرؤوف برضه نفس القصه. ليه ما ندهمش الفرص؟ سمير جه رئيس لجنه اسبوع واحد، خمس ايام كملش الاسبوع. تعرف عندنا اقول لك على حاجه، وعندنا الكابتن جمال غضور بخبراته وقيمته وتاريخه الكبير جدا، اللي هو حتى لو مش موجود بيساعد من بره، مش فارق. احنا فين اصلا؟ فين الاسامي دي اصلا؟ مش موجوده. احنا ليه واقفين على 1 2 3 4 من 2013 ل 2022؟ ليه؟ احنا عندنا مشكله، كبيره. عندنا حاجه مهمه بس بمناسبه المستقبل، يعني جلاتنبرغ قال للحكام، هاخد بس الكلاتنبرغ، قال لهم مش عاجبه النظام اللي كان ماشي بيه التعيينات. يعني ايه انت النهارده عندك مباراه مثلا في الجونه، بتتبلغ بالمباراه الساعه 7 والساعه 8 بالليل، يتقال لك روح سافر. تمام. الراجل قال لهم انا النظام ده ما ينفعنيش. هو عايز يعمل ايه بقى؟ قال لهم انت مثلا كابتن محمد فاروق، انا هديك البلان بتاعتك لمده اسبوعين. معقوله؟ انت تبلغني فيها كم ماتش الاسبوعين دول. الاسبوعين دول مثلا انت هتلعب في الاسبوعين ما انت في قسم تاني. في تمام. قسم تاني، لا القسم التاني هيشتغل مثلا. انت هتلعب قسم اول قسم تاني. فانت هتلعب مثلا مباراه في الاسبوع ده فانت بتبلغه، يقول لك انت في الاسبوعين دول هتلعب 3 مباريات، جهز نفسك وقول لي الايام اللي انت فاضي فيها. هيبتدي هو يجهز. ما يقولوش الماتشات. لا مش هيقول لك الماتش، هو قال لهم مش هقول لك الماتش. انا هقول لك انت عندك مباراه، لكن مش هبلغك الفرقتين او هبلغك الماتش قبليها، بس انت عارف ان انت في اليوم ده عندك مباراه، فانت هتبقى مجهز نفسك، تمرين نفسك، تمام، عارف ان انت هتسافر، هتظبط امورك طبعًا. لكن النهارده بيحصل ايه؟ ده خلي بالك الحكام تبقى رايحه الجونه، كلمك الساعه 8 بالليل يقول لك اطلع الجونه.